ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، النفس والمال ركيزتا حفظ الدين ودعامتا نشره والدعوة إليه والدفاع عنه، تكاتفت نصوص الكتاب والسنة على ذلك ونصت عليه في مواضع كثيرة، كما جاءت النصوص دوما تحث وتثني على المؤمنين الذين تاجروا بأموالهم وأنفسهم مع الله تعالى ذاكرة عظم الثواب فيه، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقوله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وقوله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وآيات أخرى يطول ذكرها ويصعب حصرها. ومن الأحاديث ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وأحاديث أخرى يطول مقام التنويه بها أو الإشارة إليها. والمقصود بيان أهمية النفس المسلمة وأهمية المال في الذود عن رياض الدين ونشره وتعليمه والدعوة إليه. ولهذا جاءت الشرائع السماوية كلها تحفظ دين المرء ونفسه وماله، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، أخرجه البخاري ومسلم. فجعل الشهادة ثوابا للقتل دفاعا عن المال. وفي خطبته الشهيرة قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الأحبة، إذا ثبت للعاقل المتدين أهمية نفسه، أهمية نفسه وماله، وأنه مطالب شرعا بالحفاظ عليهما، بل لو مات دون ماله كتبت له الشهادة، كما ثبت أن إحياء النفس البشرية الواحدة يعدل إحياء جميع بني آدم، وقتلها بغير وجه حق يعدل قتل كل الخلق من البشر، كما في قوله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا ثبت هذا فانظر يا رعاك الله كيف يستهتر المسلم بنفسه وبأنفس غيره، يحرم إزهاقها
يتلف ماله ويتلف مال غيره مما يحرم عليه إتلافه، يهلك نفسه ويتلف ماله، لا يقيم لذلك وزنا ولا يرى أنه قد ارتكب إثما أو فعل جرما، يقتل نفسه بنعمة الله ويتلف ماله الذي كان من المفترض أن ينفقه في سبيل الله أو يسعى به على أهله وولده أو في أي طريق يرضي الله في عمارة الأرض واستخلافه فيها. إننا إذ نتحدث أيها المسلمون عن قتل الأنفس الحرام وإتلاف المال بغير حق، فإننا نعني فئة تقتل الناس في الصباح وفي المساء وعشيا وحين يظهرون باستهتار بالغ دون مبالاة ودم بارد، حتى إن معظم قتلاه في وضح النهار أمام أعين الناس وسمعهم في سنة واحدة، في سنة واحدة بلغ مجموع قتلاه أكثر من 7000 قتيل، وأصيب أكثر من 30,000 شخص بين رجل وامرأة وطفل. وتعظم المصيبة حين تعلم أخي المسلم أن معظم القتلى والجرحى هم من الشباب ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما. سلاحهم نعمة من نعم الله، لكنهم أساء استخدامها نفر غير قليل من الناس، فصارت أداة قتل تعيق وتتلف. كم رملت من امرأة، وكم يتمت من طفل، كم أخذت في أحيان كثيرة أسرا بأكملها، لم تبق منهم من يمكن أن يرثهم أو يستغفر لهم أو يذكرهم. أيها المسلمون، السيارة ذلك المصنوع العجيب صنع ليسهل للناس معاشهم وتنقلاتهم ويقصر المسافات بينهم ويحمل أثقالهم، لكن سوء استخدامها عند كثيرين من الطائشين ممن لا يقيمون لحياة الناس وزنا ولا لأموالهم قيمة جعلتها شبحا مخيفا طالما حملت أخبار حوادث التعاسة لأناس آمنين. سلوا المستشفيات عن المعاقين، وسلوا المصابين ممن فقدوا أطرافهم أو بعضها، وممن شلت حركتهم أو بعضها، ممن فقدوا أبناءهم أو آباءهم أو إخوانهم، وفي أحيان كثيرة فقدوا أسرتهم في لحظة تهور أو تحد أو استهتار أزهقت فيها نفوس وأترفت فيها أموال. ولا تذهبوا بعيدا فدونكم آثارها فانظروا إليها، فما كان بينها وبين الهلاك إلا ثواني، فاعتبروا يا أولي الأبصار. حوادث السيارات أيها الأحبة أكثر أسباب الوفيات في بلادنا الحبيبة. لا يشمل ذلك من يتوفى في المستشفيات بعد نقلهم إليها، ففاقت نسبة قتل الحوادث كل سبب آخر كالسرطان وأمراض القلب والكبد والكورونا الذي ملأ قلوب الناس خوفا ورعبا. أيها المسلمون، قتل النفس بغير حق جريمة عظمى يزداد عظمها إذا أضيف إليها أن هذه النفس ربما كانت عائلا وحيدا لأسرتها، ربما كانت ثمرة فؤاد لأهلها، ربما كانت أما حانية ترفرف بظلال الحب على بيتها، أو أبا يعطف على أنجابه ويحمل له الرزق والأمان، ربما كانت داعية للهدى تنشر الخير وتعين عليه، ربما كانت عالما من علماء المسلمين أو أحد الأئمة المتقين المسبحين المستغفرين الزاهدين، تلصق روحه أو يبتر عضو من أعضائه أو تسل حركته فيبقى طريح الفراش سنين عددا، لا حي فيرجى ولا ميت فينعى. أضف إلى هذا ما يواكب تلك الحوادث من خسائر مالية، من خسائر مادية تنوء بحملها كواهب الأسر والدولة وشركات التأمين
في صور تعويضات وديات وأموال تنفق على الجرحى وعلى المصابين. لكم أن تتصوروا حجم الخسارة المادية إذا علمتم أن مبلغها 21 مليار ريال سنويا بمعدل 60 مليون ريال يوميا، ولك أن تقول 3 ملايين ونصف المليون في كل ساعة، وأكثر من 30% من أسرة المستشفيات يشغلها مصابون من حوادث مرورية، ويموت إنسان كل ساعة ونصف تقريبا بسبب الحوادث. أيها المسلمون، إن الحفاظ على ثروة الأمة من أبنائها واجب شرعي، جاءت كل شرائع السماء المقررة وتدعو إليه، لا يقل عنه أهمية الحفاظ على ثرواتها المادية التي تهدر في حوادث كان من الممكن تلافيها أو التقليل منها. وعلى هذا فإن الواجب أن تنظر المسألة بعين الشريعة، حيث إن الكثيرين من الناس لا ينظر إليها إلا بعين النظام، ومن هنا يستهين بها ولا يأبه لها، فتراه مخالفا لأنظمة ذلك النظام غير مراع لقوانينه، ظنا منه أنه إنما يخالف نظاما لا ثواب فيه ولا عقاب عليه عند رب العالمين. وهذا من الجهل بشريعة الإسلام، ومن مناقضة ما يدين الله به كل مسلم بأن الإسلام دين ودولة، فهو لم يترك دنيا الناس بلا تنظيم أو تشريع، فجعل لها ما يسمى بالمصالح المرسلة، وبما يدخل ضمن قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولما كان ذلك من هذا القبيل صارت مخالفته مخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اجلس بارك الله فيك، لا تتخطى الرقاب. كما إن من القواعد الشرعية المرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن الحفاظ على أرواح الناس وأموالهم إلا بنظام يسيرون عليه يؤمن الحياة ويحفظ الأموال. ولهذا فإن التقيد بأنظمة المرور شرع يدار به لله تعالى وليس مجرد نظام، من أمن عين الرقيب فيه ساغ له مخالفته، يقطع الإشارة، يصدم أسرة كان الطريق لها سالكا، ومن أقل ما يمكن أن ينتج من مخالفته تلك ترويع المسلم، إن لم يتجاوز ذلك إلى إتلاف سيارته وتعطيل مصالحه، ربما مرضى أو أحد مرافقيه أو جميعهم، ربما كانت نتيجة ذلك إعاقة دائمة، شلل رباعي أو فقد بصر أو سمع أو طرف من الأطراف. وليس من الشرع أن يقود المرء سيارته قريبا من الطيران متجاوزا حدود المقرر نظاما، متجاوزا أركانا من السيارات منعطفا يمينا وشمالا كأن لا عقل له. والغريب العجيب أن أكثر الناس لا يشعر بقيمة الوقت إلا حين يقود سيارته، فيستقبل ثواني أمام إشارة ودقائق في طريقه، ينطلق كالصاروخ مسرعا ليصل، وكم من مسرع لم يصل، سرعان ما نقل إلى مقبرة أو إلى مستشفى ولا تحين مناص. فاتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على أرواحكم وأرواح أبنائكم، واحفظوا أموالكم، وتوخوا الحذر، فإن تقرير رجل المرور وشركة التأمين لن يغنيا عنك من الله شيئا، إن كنت قتلت من قتلت باستهتاله، أو أعقته بعدم مبالاتك، أو حرمته أحد أحبابه بسرعتك، وليس في اعتبار القتل بالسيارة من قبيل قتل الخطأ تأثير في الواقع. إذا كان غير ذلك فقد يرقى إلى قتل العمد إذا كان مخالفا صريحا للنظام، كما جاء في فتوى هيئة كبار العلماء. فلا يحل للمسلم أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، أو يعرض ماله للتلف والهلاك، فإن هذا خلاف لما جاءت الشريعة الغراء بالمحافظة عليه، ويترتب على فعله من المصائب ما سمعتم جزءا يسيرا منها. نسأل الله أن يسلم
يسبغ علينا نعمته ويديم علينا عافيته. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم اتجاهه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. عباد الله، لقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نعطي الطريق حقها، وأخبر أن إماطة الأذى عن الطريق إحدى شعب الإيمان. الله الله في الطريق، فأعطوها حقها واتبعوا نظامها وسيروا حسب قوانينها طاعة لله وطاعة لولاة أمر الله، وطاعة لله وطاعة لولاة الأمر، وطاعة لله في حفظ نفسك ونفوس إخوانك، وطاعة لله في حفظ مالك وأموال إخوانك، وطاعة لله في حفظ كنوز المسلمين البشرية والمالية لمواجهة الأعداء ونصرة دين الله ونشرة الدعوة ونشر الدعوة إليه. فخسارة الأنفس التي عليها قوام الأمم وبخلافة الأرض وعمارتها من أعظم المصائب، حتى نعت في القرآن بالمصيبة، كما قال جل وعلا: فأصابتكم مصيبة الموت. وإتلاف الأموال في حوادث السيارات حجب لها من أن تنفق في أوجه الخير الأخرى كعلاج المرضى وكفالة الأيتام وقضاء حاجة المعوزين. ولك أن تتخيل لو أنفقنا 3,500,000 ريال كل ساعة على محتاجين وفقراء ومساكين، كم سيبقى عندنا أمة الإسلام؟ إن من الاستهتار أيضا بالنفس وبالمال ومن عصيان الله جل وعلا استخدام الهاتف أثناء القيادة. فبعضهم هداه الله يرسل الرسائل ويقرأها وينظر في الواتساب ويشاهد المقاطع ويقرأ التغريدات، وربما غرد وهو يقود سيارته، فلا يفيق إن أفاق إلا على سرير أبيض أو وقد وقع فيما لا تحمد عقباه. حينها يقول: يا ليتني انتبهت لطريقي. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وفي أموالكم وفي إخوانكم. وقال الله وإياكم شر المستهترين وكفانا شر العابثين. وصلوا على سيد المرسلين، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.